الله يبارك فيك يا رب، ومبسوط اني موجود معاك. احنا مبسوطين اكتر بوجودك ومبسوطين بالنجاح اللي حققتوه النهارده. شفت ازاي الاجواء دي، عشتها ازاي، وازاي تحقق المشوار ده؟ اجواء الدرجه الثانيه بشكل عام او مجموعه بحري ليها اجواء خاصه، لان السنه دي ليها طابع خاص، لان انت بتشتغل مع 8 او 9 انديه شعبيه. الاجواء مختلفه تماما. يمكن انا بعيش اجواء الدوري الممتاز من 10 سنين ورا، يعني انديه جماهيريه بشكل حقيقي، عدد جماهيري كبير جدا بيحضر في ماتشات كتيره جدا. ايوه، بتتصارع مع طنطا، بتشتغل مع ديكيرنس كفرقه جماهيريه، مع المنصوره، مع فرق كتير، مع شبين. ماتش شبين كان ماتش جماهيري على مستوى كبير جدا. تجهيز الفريق ده تم من يوم 18/7، ويمكن من قبل كده لما قعدت مع المهندس مصطفى الشامي، وده من الناس اللي انا فخور اني اشتغلت معاها جدا جدا جدا. راجل يعني شاب صغير عنده طموح كبير جدا جدا. يعني الحقيقه الواحد كان طموحه يعني يمكن كمان ما يوازيش طموحه يعني. فالحمد لله الواحد حضر من 18/7، كان عندي خريطه للاعبين اللي انا هشتغل عليهم من اول الموسم، وبدانا نشتغل مع الجهاز الفني المحترم اللي موجود معايا، كابتن عامر وكابتن حسام اسامه وكابتن حمد وكابتن ايمن طويل، ودول الجهاز اللي انا اشتغلت معاهم وفخور اني اشتغلت معاهم يعني من 2000 وانا 2003. وكملنا بقى احنا دلوقتي بنشتغل على مدار حوالي 288 تمرينه او 293 تمرينه. اشتغلنا 16 ماتش ودي، كان النهارده في 30 مباراه على مستوى الدرجه الثانيه. كانت فتره صعبه جدا انك تبني فريق من جديد، اللي باقيين بس من السنه اللي فاتت هم 4 أو 5 لعيبه. ايوه. وان انت تبني فريق 90% او 95% منه ما فيش منه نجوم خالص، او جايين من فرق ان هو حد فيهم نجم فرقه او كده. فالموضوع كان بالنسبه لنا صعب جدا. ما كان ده يتحقق الا بوجود اداره عندها ثقه في الجهاز الفني. مظبوط. لان الحقيقه يعني اوقات كتيره جدا كان بيحصل يعني سوء اداء ساعات، او ساعات بيحصل فيه دروب او كده، ولكن البلديه كانوا بيثقوا فيكم. البلديه ما تاثرتش خالص على المستوى الفني كلاعبين يعني. اوقات كتيره جدا 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 قدمنا مباريات كبيره جدا جدا، ولكن ما كناش بنوفق على مستوى التهديف. ايوه. البلديه جايبه 46 جول، داخل فيهم 16 هدف. النهارده احنا بنتكلم في اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع. ايوه. فشغل كبير جدا بشكر عليه اللعيبه، اجتهدوا كتير جدا. مستوى التاكتكس او المستوى البدني او المستوى حتى تحليل الاداء، اللعيبه اشتغلوا بشكل يعني قوي جدا 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 جدا، وتعبوا بشكل كبير جدا. انت بتتكلم في احنا من يوم السبت، سواء على مستوى الريكفري او مستوى التجهيز بالنسبه كرياكشن للماتشات، انت بتتكلم في عدد كبير جدا من الساعات للعيبه يعني. فده ما كان يتحقق زي ما بقول لحضرتك الا لو كان الناس دي عندها صبر بتضافر الجهود كمان كلها. دي حقيقه. انا قلت كتير جدا ان انا واحد من ضمن منظومه الحقيقه كانت شغاله على الفرقه بشكل كبير يعني. مظبوط. وانا الحقيقه من وقت اتمام التعاقد معاك من جانب البلديه قلت انه ده يبدو فكرا محترفا، لانه انا من اكتر الحقيقه المقتنعين بعقليه الكابتن احمد عبد الرؤوف وبفنيات الكابتن احمد حقيقة. ومبسوط كمان ان احنا اعتقد كده هنشوف الكابتن احمد عبد الرؤوف في تجربه تدريبيه اولى في الدوري الممتاز الموسم اللي جاي. مظبوط. ان شاء الله يعني. لسه هيبقى في تجهيز للخطوه دي. يعني هيبقى فيها كلام على مستوى التجهيز بالنسبه للدوري الممتاز وبالنسبه للعيبه اللي هتبقى يعني الموجوده، لان في فريق تعب وكان موجود واشتغل بشكل كبير جدا وساهم في الصعود. يعني هيبقى في من هنا هتبتدي النقطه يعني ان شاء الله، لو تم الاتفاق على كده يعني ان شاء الله. هل لانه الوقت زي ما بتقول مش طويل قبل بدايه الموسم الجديد، هل محدد ما ستحتاجه على مستوى صفقات، على مستوى مراكز، على مستوى اسماء معينه للفريق؟ لانه المنافسه في الدوري الممتاز مختلفه. انا قعدت مع راجل صادق مصطفى الشامي في اول الموسم السنه اللي فاتت، وقال لي انا يعني امكانياتي اللي انا هتحرك فيها كمصطفى الشامي يعني كل حاجه انا هعملها على المستوى كاداره يعني. تمام. سواء هو او مجلس ادارته طبعا يعني، لان هو راجل مفوض من ناحيه مجلس ادارته. ايوه. للاشراف على الكوره يعني. فهو انا هتكلم في امكانيات لعيبه او امكانيات فريق محتاج ان هو يبقى على قد مستوى. انا شايف فريق نادي ده بجد. هنا انا بتكلم بجد يعني. نادي بلديه المحله نادي كبير جدا، وانا لما رحت النادي ده واستخرت ربنا فيه كنت فعلا بتمنى من اول يوم ان انا
اكون قد الخطوه دي، لان انا بشوف نادي الباريس المحلي نادي كبير والله يعني. ايوه مش بقول كلام ده للاعلام يعني، انا بقول ده في الاوضه المغلقه، وبقول ده لجهازي، وبقول ده لعيبتي، وبقول ده للاداره دايما، ان النادي ده نادي كبير جدا جدا جدا. فالتجهيز لوجود نادي البلديه المحله في الدوري الممتاز كنادي بلديه المحله، انا بالنسبه لي كاحمد عبد الرؤوف انا ما عنديش استعجال في حاجه غير لما اظهر في الدوري ده، اظهر بشكل انا ابقى راضي عنه وابقى مبسوط بيه، ممتاز، واقدر يعني اخرج كل حاجه جوايا في المكان اللي انا هكون فيها او النادي ده موجود فيه. ممتاز، ده كلام محترم جدا، ويدل على تفكير كمان ناضج من مدير فني، مش مجرد ان المشاركه في الدوري الممتاز، بل مشاركه يعني مقنعه في الدوري الممتاز. لا يعني وجود نادي جماهيري بحجم نادي بلديه المحله او اي نادي جماهيري موجود في الدوري الممتاز او اي نادي طالع من الدرجه الثانيه، اللي بيحصل في الدرجه الثانيه والسنه اللي انت بتمر بيها دي والتجهيز ده لو انت طالع عشان خاطر تنزل ثاني، يعني شايف ان يعني يوفر على نفسه التعب ده اكتر. انا بتكلم بشكل عام، مش بتكلم على مفهوم البلديه. طيب انت بعد ما خلصت المباراه، ايه اول حاجه عملتها؟ مين اول حد كلمته؟ مين اول حد كلمك؟ اوصف لي كده شعور احمد عبد الرؤوف وهو بيوصل للحظه فرحه مش سهل الوصول اليها. الاول خليني اقول يعني هارد لك بشكل حقيقي ومن قلبي لنادي كيرتس. نادي كيرتس نادي كبير جدا، عنده مدير فني كبير جدا اسمه حسام عبد العال، الحقيقه مدرب محترم ومدرب كبير. وهارد لك طنطا، الحقيقه اشتغلوا بشكل كبير جدا رغم الكلام اللي بيطلع يتقال من يعني غير محسوب من الناس يعني. فنادي طنطا نادي كبير جدا، ساهم بشرف واشتغل بشرف واشتغلوا بشكل كبير جدا، وانت شايف في المباراه الاخيره الناس وصلت لحد اخر ثانيه. كل نادي شيبين بروكسي، كل الانديه اللي كانت موجوده على مستوى المنافسه، انا بقول لهم هارد لك. الحقيقه ناس كثيره جدا اشتغلت وتعبت وشقيت، والصعوب برضو نادي البلديه لازم نحترمه ونقدره، لان اللي اشتغلوا معانا في المجموعه عارف ان النادي ده تعب وشقي واشتغل بشكل كبير جدا. مظبوط. على انا الماتش عندنا انتهى بدري شويه بقى يعني، قبل الماتش بيخلص بخمس دقائق فوجئت ان الدكه عندنا خلاص بدات الاحتفالات. شدوني وسابوا الماتش خالص، وانا بعد الماتش مباشره كلمت امي، لانها يعني بالنسبه لي يعني اهم حاجه في حياتي يعني. ربنا يخليها لك. وكلمت اولادي، لان انا كنت وعدهم ان احنا يعني هنصعد، وكلمت زوجتي، فهم دول اللي انا كلمتهم بعد المباراه، واخواتي، كلمت كل الناس اللي هم عاشوا معايا اللحظات دي خطوه بخطوه يعني. ربنا يخليهم لك، والف مبروك، واحتفل ونراك في الدوري الممتاز السنه اللي جايه. ربنا يخليك ودايما متالق، وانا شكرا لو كنت موجود معاك في اي حاجه يعني. شكرا، نورتنا وشرفتنا كابتن احمد عبد الرؤوف من